لم تكن مسيرته عابرة، بل كانت رحلة مثيرة غنية بالأحداث والمهام والمحطات استطاع عبرها أن يكتسب الخبرات وينقلها للأجيال اللاحقة. هو نجم سطع في سماء الطب بسمعته العربية عامة والإماراتية خاصة، فهو معروف في الأوساط الطبية بشخصية قيادية مهنية. إنه الدكتور فتحي عمارة، من بين أكثر الأطباء شهرة في الإمارات وخارجها، وهو من أوائل الأطباء الذين فتحوا مجمعاً طبياً في الدولة يضم أكثر من تخصص، حيث فتح مركزه عام 1968 في دبي، وأحد أبرز أطباء القلب. وأضاف في حوار مع الخليج أن مهنة الطب مهنة إنسانية تسبقها الرحمة وتجمع بين العلم والأخلاق الفاضلة، وأنبل ما فيها الدعوات التي يتلقاها الطبيب من المريض. عن بدايته في دبي بعد سلسلة من النجاحات في الخارج، قال الدكتور فتحي عمارة: منذ تخرجي في كلية الطب بجامعة فيينا في النمسا وأنا أحلم بفتح مركز طبي يضم جميع التخصصات ويعالج الجميع، وبعد زيارتي لمعظم الدول الأجنبية تمنيت أن أنقل هذه التجربة التي كانت غير موجودة في هذا الوقت، وخاصة عندما شاهدتها عن قرب في الولايات المتحدة، وأصبحت عضوا في جمعية القلب الأمريكية، وعرضت علي عروض كثيرة في فيينا والولايات المتحدة، ولكني كنت أتمنى أن أحقق ما حلمت به. وأضاف: قدم مجمع عيادتنا الرعاية الصحية المهنية في دبي منذ عام 1968، وهو معروف على نطاق واسع وأحد أكبر المجمعات في هذا المجال، وتوسع ليضم أحدث التقنيات المعرفة في مجال الطب الحديث والمتخصصين لتقديم أفضل الخدمات الصحية الخاصة في دبي وفقا للمعايير الدولية، وأن البيئة التي تركز على المريض تعني أن العملاء يعاملون بعناية وخدمة عالية الجودة وبأسعار تنافسية. أما عن أهم المعوقات، فأكد أن البداية كانت تحدي إنشاء مركز طبي متخصص في دبي، وذلك منذ أكثر من 55 عاماً، وهو من أوائل المراكز الطبية المتخصصة، وأخذنا مرحلة شد وجذب مع الرافضين حتى تفهموا أن ذلك الأفضل لنا جميعاً، والأكثر من ذلك اطمأنوا إلى أن الالتزام يؤدي بهم إلى الاستقرار ومن ثم النجاح. وأصعب شيء قابلناه هو مقاومة التغيير من بعضهم، وتمكين مجمع عبر فريق من المتخصصين الموهوبين في مختلف القطاعات الطبية لتوفير الجودة والتخصص في الرعاية الصحية. وتهتم عيادتنا الطبية بالأفراد وأفراد الأسرة خلال كل مرحلة من مراحل الحياة، مع التركيز على مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالصحة نظرا للتعود على طريقة عمل معينة، وقد تمثل ذلك في رفض اللوائح التي وضعت قانونا للإدارة والعمل داخل المستشفى. وعن سبب الانتقال من مركز عود المطينة إلى مردف، قال: نجح مركز عود المطينة ووجدنا توافد أعداد كبيرة من جميع الجنسيات، وكان لابد أن يكبر هذا المشروع ويتحول إلى مجمع طبي يكون صرحا يليق بدبي. فجاء القرار أن نمتد به إلى آفاق أوسع وأضخم من أجل خدمة أبناء الوطن الذين يستحقون الكثير منا. فجأة جاءت الفكرة، وهي الانتقال إلى مردف لمحاولة استيعاب كل المرضى الذين يتوافدون على المركز. ويرى الدكتور عمارة أن الإخلاص في العمل أول أسباب النجاح، والطاقم الطبي على أعلى مستوى، والنظام الذي نتبعه في المجمع الطبي هو النظام المعمول به في المستشفيات العالمية، بحيث يستقبل المريض طبيب متخصص بهدف تصنيف المراجعين فور وصولهم إلى القسم لإعطاء أولوية لعلاج الحالات المرضية العاجلة. وميزة هذا النظام تكمن في إعطاء مجال أوسع لتحديد التدقيق لمستوى حالة المراجع الصحية وسرعة العلاج التي تتطلبها، ما يضمن تلقي المراجع العلاج في الوقت المناسب وفقا لحالته الصحية، ويعطي تركيز أكثر لكل حالة. وقال عن تقديم المجمع الخدمات العلاجية: إنه يعمل على الاهتمام بالإنسان والحفاظ على صحته وضمان مستقبله بتقديم أعلى جودة من الخدمة الطبية للمرضى بمجهود العاملين في المركز من أطباء وممرضين وإداريين وفنيين وخدمات معاونة، عبر منظومة عمل متعاونة مترابطة حريصة على التطوير رافع شعار خدمة المريض. ولدينا نظام عمل يبدأ تقديم الخدمة للأمراض العادية، وإذا وجدنا حالات تحتاج إلى مزيد من التشخيص نوجهها لقسم التشخيص ويضم معظم التخصصات، ونقدم فحصا دقيقا ويقيم الحالات لأن المرض درجات، وبناء عليه نعد خطة علاجية مع المتابعة بحسب الحالة. ونصيحة الدكتور للشباب عامة بقوله:
النجاح يسبقه طريق طويل من التعب والمجهود والخبرة والإرادة والتحدي والعلم، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مكانة مرموقة عالميا من دون كفاح ومثابرة. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.